التنظيم، وكذا أطباء جزائريين متخصصين في طب العيون وجراحة العيون. هذه القافلة تتميز بأنها ستمنح أولا تتبع على مدار يومين الرابع والخامس فئة المسجلة حاليا مقابلة لارتفاع يمياء 58 محتاج أو ذوي الهمم ضعيف البصر، وهذا لا يمنع كذلك أن الفرقة أو الفريق الطبي سيقوم بفحوصات خارج عن ناطق المهمة اللي هي مخصصة اليوم، وستتمثل هذه الالتفات أولا بمنح ضعيف البصر بمعدات أو بما يسمى بدوائع الإلكترونية أو بما يسمى عن طريق تعمل عن طريق البراي، أقصد طابلت كي فونكسيون براي، يعني أولا لخروج هذه الفئة من طريقة البصرية إلى الموج من العالم الحادث. C'est un tissu spécial. Dio, par exemple, un cercle. وهي في الحقيقة اتفاقة لذوي الهمم. العمل تاعنا هو عمل سنوي، كل سنة ندخل في ولاية أو ولايتين. السنة هذه بدينا بجانات واليوم تيسنتير، عندنا أكثر من 150 شخص فيها يستفيدون تمس الأطفال وتمس الكبار. الأطفال عندهم عادات بيداغوجية تسمح لهم بكتابة المراد وحساب في بيوتهم، وكذلك فيه اليوم نقاش مع مديرنا النشاط الاجتماعي باش نفتح أقسام للبرامج في تيسوسيت خلال الأسابيع إن شاء الله. وبالنسبة للكبار كذلك نعملهم باكتساب أسئلة ذكية تسمح لهم بالمشي في الفضاء في الطريق، وهذا تكلفتها قليلة بسيطة بالنسبة لهذه الفئة المهمشة، واللي اليوم ربما تستعيد بعض الانطباع وبعض الإمكانيات في المجتمع. شكرا لك.